نحن اليوم على أبواب ختام أكبر مشروع قرآني في العراق، استضاف الكثير من طلبة أبنائنا الطلبة، استثمر أوقات العطلة في تعليمهم القرآن الكريم والعقائد والفقه والأخلاق والسيرة، ونحن اليوم على أبواب الختام. هنالك جملة من أقسام العتبة العباسية المقدسة ستشارك وساهمت في حفل الختام، ومن خلال الاستعدادات والإعداد للمنصة والمكان، مجموعة العميد التعليمية ستستضيف حفل الختام إن شاء الله. معهد القرآن الكريم بدوره درب الكثير من الطلبة على فعاليات إن شاء الله سيشاهدها المتابع في حفل الختام، منها نشيد خاص بالدورات، وكذلك مجموعة من الفعاليات التي إن شاء الله سيراها المتابع عند حفل الختام.